الله الرحمن الرحيم. من المريض محمد إبراهيم إسماعيل، جيت من العراق إلى هند على مود عملية مال فقرات. سويت عملية بتركيا وما نجحت، فتواصلت ويا المترجم أحمد مرتضى في مستشفى المانيوال. جيت يم دكتور حمزة الشيخ، سويت العملية والحمد لله العملية نجحت. اليوم سويت عملية ثاني يوم ما شاء الله قمت أمشي على حيلي، والحمد لله دكتور حمزة إنسان مسلم ويساعد الناس ويساعد بأثناء العملية بالتخفيضات، والمستشفى حيل هادئة ونظيفة والخدمات موجودة، حتى تطلع من الفندق تروح للمستشفى هو يجي سيارة خاص إلك على حساب المستشفى، ياخذك من الفندق يجيبك للمستشفى. شكو إشكالات عندك هو دكتور حمزة والمترجم أحمد مرتضى والكادر المستشفى المونيبال، يعني كلهم بخدمة المريض، يعني ماكو أي إشكالات، أجهزة متطورة والمستشفى هادئة والعملية ناجحة الحمد لله. وأنا سويت بتركيا وما نجحت يعني، وهاي ثاني عملية إلي جيت بالهند بمستشفى المونيبال يم دكتور حمزة الشيخ، قدرني وتساعد مو بس على مود هذا التصوير، لا حتى أنا شخصيا كان عندي علاج طبيعي كان دزولي دكتور منا من المستشفى أنا بالبيت يجي يسوي لي علاج طبيعي فيزائي كامل مكمل. الأخ الدكتور حمزة ما قصر، وأنا أشكر دكتور حمزة الشير، العملية ناجحة الحمد لله، والأستاذ المترجم أحمد مرتضى، وأنا أشكر نيابة الكادر المستشفى المونيبال، أشكرهم جزيل الشكر، لأن راح أرجع بصحة وعافية وكاملة إن شاء الله إلى العراق الحبيب. شكرا. So this patient Muhammad Ibrahim is a 37 year gentleman from Iraq. So basically he underwent a discectomy surgery in Turkey in 2018. After that surgery he did not get the relief which he was looking for. And he was remained in pain, and on and off he was in severe pain, but for last 5 to 6 months he was in severe pain and pain was coming down to legs again, and it was the similar complaint as before the first surgery. So when he came to me and we saw him and we did the MRI showed two problems. One, the same problem which he underwent the surgery, the same at that level only, the disc has come again and it is causing the severe compression of the left side of L3 nerve root. And another problem was there, and D12 and other two discs were also causing stenosis at that level. So I offered him to do the surgery of all the three levels in the same go, and we did a revision surgery, and we put the screws from D11 to L2 and put a T-leaf cage in L2 L3. And after the surgery, as we promised him that he will be walking by the next day, by the grace of Allah, he walked the next day pain free from his leg pain or back pain, and after 4-5 days he has come to us in the OPD to visit again, and mostly he will be going back in next 4-5 days.